مباراة فريق النفط الوسط والديوانية ضمن افتتاح الجولة السادس. إذن انطلقت صفيرة حكم اللقاء الحكم أحمد كاظم، وبداية هذا اللقاء مباراة تقام على ملعب النجف الديوانية تحصل على نقطة أولى في الجولة الماضية. هنا المحاولة الديوانية إلى المهاجم باسم إلى حسين، خطرة هي جول حسين نجم حسين، لكن الكرة ضاعت. أول أمامية الكرة نفط الوسط العرضية ناصر محمد، لكن الكرة تصل إلى أحمد مقف، يعني كان سلبي على بعض الفرق وكان إيجابي على البعض الآخر. هنا المحاولة لكن حالة تسلل، الإعادة، القرار يترك لأصحاب القرار في برنامج بعد الصافرة. الديوانية تسديدة لكن لا على التعب، كما ذكرنا قلب دفاع بتشكيلة فريق نفط الوسط. كرة أمامية لوكاس سانتوس، سانتوس الله 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 على التسديدة، تسديدة قوية من سانتوس، باغتت الحارس أحمد موحال، لكن الكرة مرت بجوار القائم وبالتالي أوت. ينتظر المساندة سانتوس، محمد رضا محمد رضا محمد رضا داخل منطقة الجزاء، العرضية من محمد رضا، لكن بالتأكيد يتمنى عبد الغني شهد أن تنتهي ما بين نفط الوسط وما بين التعادلات الحاضرة في الجولات الماضية. هنا صافرة وخطأ وبطاقة صفراء أولى لحسين جاسم في الدقيقة 28 من النقطة، وأبعد الكرة ثم أتى تدخل. هنا اللقطة الماضية ما بين اللاعب حاضرة من قبل حسين فلاح، تعود الآن لنفط الوسط. سانتوس يلعب الكرة، ناصر محمدو ناصر محمدو ناصر محمدو اختار الحل. حتلعب فريق نفط الوسط، تغيير المراكز، تمريرة من محمد رضا المختفي في الدقائق الأولى من اللقاء، والعرضية لآخر التغطية. استغلال يلاقي خطورة، تلعب الركنية حسين فلاح، حسين العرضية، كرة خطرة داخل منطقة الجزاء لكن سهلة سهلة إلى حسين فلاح، ضغط من أمير حامد، مصطفى مؤيد، مصطفى محمدو الله على التمريرة، خطرة الآن نفط الوسط، خطرة خطرة لكن 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 مرت الكرة وصلت إلى الحارس أحمد محمد. التقدم كان من قبل حسين فلاح بكتابة فهرست جميل على مستوى إنهاء التعادلات. أيضا الديوانية هو الآخر يعني مطالب بانتصار. سانتوس 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 وركلة جزاء، ركلة جزاء لمصلحة فريق نفط الوسط بعد تقدم سانتوس واعتراض والشد، وبالتالي وشاهد حصرة وردت فعل سامر سعيد. هنا المرور والتقدم من قبل لوكاس سانتوس وركلة جزاء واضحة من خلال ركلة جزاء نفط الوسط. ناصر محمدو ناصر اللاعب اليمني ناصر محمدو جول أول لمصلحة فريق نفط الوسط عن طريق ناصر محمدو في الوقت بدل الضائع. 45 دقيقة لم تأتي بأمور إيجابية على المستوى التهديفي، ولكن الوقت بدل الضائع يأتي بخبر جديد وبهدف أول لمصلحة فريق نفط الوسط بضربة جزاء للفريق بقيادة المدرب سامر سعيد. محاولة نفط الوسط، يبدأ الشوط الثاني يبدأ الشوط الثاني بهجوم بكرة خطرة لكن ضاعت 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 بشكل غريب. كرة أسهل من ركلة الجزاء لا قصر، وربما تفاجأ بالكرة محمد رضا نفط الوسط، يبدأ الشوط الثاني مهاجم سانتوس عبد الله خلف، خطرة خطرة لكن وين 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 يعقل لوكاس سانتوس من ركلة الجزاء، وهدف عن طريق منتظر ستار. محاولة الآن سانتوس، هدف ثاني هدف ثاني هدف ثاني، قوية قوية لكن برافو، حلوة 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 من قبل الحارس أحمد بوحان، تصدي رائع. تمريرة الآن محاولة علاوي كاظم علاوي كاظم إلى حيدر جلاوي، العرضية المحاولة خطرة هي لكن إبعاد. يحاول أن يضغط يحاول أن يستغل هذه اللحظات، خطأ حيدر لكن الكرة تبعد وكانت من قبل علاوي كاظم. علاوي هل علاوي
تبعد من حيدر، ناصر محمدوه، علي سعيد، ناصر، استخلاص الكرة، سانتوس خلصها، هي خلصها بتمريرة ناصر محمدو وبتسديدة لوكاس سانتوس. نفط الوسط، نفط الوسط يقترب من تحقيق انتصار أول هذا الموسم من خلال هدف ثاني لمصلحة فريق نفط الوسط عن طريق لوكاس سانتوس. يعني رد الجميل حاضر والحسرة واضحة على سامر سعيد، لكن 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 اللقطة الأولى، الهدف الأول أتى بركلة جزاء تحصل عليها لوكاس سانتوس، نفذ والفريق مسجل هدفين. أمامية الكرة، حسن داخل، هدف ثالث قريب جدا، هدف ثالث، هدف ثالث، هدف ثالث، لكن برافو 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 أحمد موحان. حسن داخل، حسن داخل، تسديدة لكن سهلة من حسن. كرة الآن نفط الوسط، حسن داخل، تسديدة من حسن داخل، المحاولة الآن مؤمل راشد، هدف ثالث، هي هي، لكن هدف ثالث. شاهد شاهد العرضية من مؤمل راشد والكرة مرت 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 نفط الوسط. محاولة رأسية رأسية تعبر عن أداء فريق الديوانية، محاولاته لم يكتب لها النجاح. لكن إذن أحبتي المشاهدين متابعي قناة الرابعة الرياضية، صافرة الحكم أحمد كاظم تعلن عن نهاية اللقاء، ونفط الوسط أخيرا بعد خمس جولات يحقق انتصار أول وتزداد معاناة فريق الديوانية. مبروك لنفط الوسط، هارد لك لفريق الديوانية.